السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج وينج 3D، وده برنامج اوبن سورس مجاني بيخليك تشتغل على المقسمات ثلاثية الابعاد بطريقة سهلة جدا. طيب انا هدوس هنا رايت كليك واقول له سفير، فلاقي ان هو هنا حط لي الجيومتري دوت. تقدر ان انت تخفيه، تقدر ان انت تقفله بحيث محدش يقدر يتحكم في يحركه او اي حاجة عن طريق ان انت تعمله سيلكت، وتقدر تقول له خليه لي يبقى زي شفاف لي العناصر اللي وراه يبقى زي وير فريم. طيب دلوقتي انا عايزين نشوف، هبدا اختار بعض الاجزاء منه. انت تقدر تشتغل على النقط او على اللاينز او على الفيس او على المجسم ككل. انت بتدوس على البكره في النص وتبدا تحرك بالشكل دوت. دلوقتي انا اقول له مثلا ان انا هشتغل على النقط، اقدر اعمل سيلكت للنقط. اول ما تدوس هنا القائمه دي بتطلع لك، بتختلف حسب الاختيار اللي انت مختاره. هنا هتلاقي فيه ظهرات لك حاجات مختلفه. ممكن تقول له مثلا عايز اعمل كونكت بين العناصر ديت، او عايز اعمل بيفل بين العناصر ديت بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل سيلكت على اي واحد فيهم هتلاقيه اختفى. ممكن تقول له من سيلكت هنا دي سيلكت. دلوقتي انا عامل سيلكت على واحد فيهم وادوس هنا وهقول له ان انا عايز، ممكن بقى تقول له انا عايز اعمل مثلا انسيرت او زي كده، او ممكن من سيلكت هنا تقول له سيميلر فيبدا يعمل سيلكت على العناصر المشابهه ليه. ممكن تيجي هنا دلوقتي بيتعامل مع الفيسز او الاسطح، وتقول له مثلا عايز اعمل اكسترود، فبيقول لك عايز نورمال ولا فري ولا اكس واي او زد، فاقول له نورمال فيبدا يعمل لها مساق كده. طيب ممكن اجي هنا تاني واقول له انا عايز اعمل مثلا انسيرت، وتبدا تحرك الماوس لجوه بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي هنا تاني بدل انسيرت تقول له انسترود، وتخلي الشكل مثلا يدخل لجوه شويه كده اهوت. فسهل جدا ان انت تعمل التعديلات اللي انت عايزها على المجسم، وكل واحده من دول ليها لون خاص بيها. يعني لو قلت له عايز لاين عملت سيلكت على دوت، وجيت هنا هتلاقي ان انت ممكن تعمل فلاترين، ممكن تعمل اكسترود للعنصر دوت، ممكن تعمل له سكيل سلايد زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا من سيلكت وتقول له انا عايز سيميلر، او تقول له انا عايز اعمل مور فيبدا يزود، او تقول له لسه شكل دوت. ممكن تقول له تعمل سيلكت على دوت، تقول له سيلكت مور فيبدا ياخد لك الاشكال اللي حواليها. ممكن تقول له فلاترين فيخلي لك كلها مسطح واحد حسب بقى انت عايز تعملها في الاكس ولا في الواي ولا في الزد بالشكل دوت. خلاهم كلهم في مسطح واحد. فهو برنامج سهل ولذيذ، وفي الاخر تقدر تسيف الشغل بتاعك ك 3 دي ماكس او اوبن جي اس كاد او لايت ويف او 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 اي امتدادات من الامتدادات المشهوره ديت، اس تي ال دبليو ار ال او بي جي وهكذا.